بس المفاجأة بقى إن في حد له الفضل عليا، علمني الطبخ، بستمتع وأنا بطبخ. هي ست فنانة في المطبخ بجد. اتفضلي يا عزيزة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا محضر لك حاجات جميلة. أيوة يا أستاذ، يا أستاذ ربنا يوجعك. ليه كده بس؟ يا خبر أسود، الحاجة دي دخلت هنا من غير ما نعرف ولا نشوف. معلش يا عزيزة، أنا آسف. آسف إني عطلتك. بعدين أنت عارف إن العربية سايباها لوحدها. ما خلاص يا عزيزة، قلت آسف. هموت واعرف الست دي ازاي كانت في الاستوديو. اقطع هوا سمير بسرعه. ما ينفعش ما ينفعش. ثواني بس اظبط المايك عشان الجماعه بتوع الصوت بيزعلوا. وماله؟ بقول لك يا عزيزه، سيبك من التكليف واستاذ حمزه، دي البت جمالات بتقول لي يا حمزه، قولي لي انت كمان، قولي لي ياض يا حمزه، ده انت حبيبي. في جاز شطانه. ماشي يا زيزو، بس انا ما كنتش عايز اشيل التكليف. خلاص ماشي. مهم هعملك النهارده كبده اسكندراني على ابوها. يا سلام، وانا محضر لك شويه حاجات برضو على ابوها جدا عشان تعمل لنا الحاجات دي. لحظه واحده بس، ده انا بنبسط انبساط معاك يا زيزه. والمطبخ سلام، فين ايامك؟ ايه الحمد لله الحمد لله. عاوزك بقى يلا بقى قول لنا المقادير. هو القرف اللي بيحصل ده انتوا مرتبينه؟ مرتبينه ايه؟ انا اصلا مش عارفه اعمل ايه. والست هانم رئيس التحرير ايه؟ هوا؟ والله العظيم معرفش. انا عايز افهم الحاجه دي دخلت الاستوديو ازاي؟ أه حضرتك، يبقى دخلت الاستوديو يبقى دخلت من الباب. ازاي دي بقى؟ اكيد خطفتها كده. هتهرب؟ معلش. انت جننتوا ولا ايه؟ كانت لابسه طاقية لاكفة يعني؟ خلاص. ازاي دخلت ومش شفتوهاش؟ خلاص يا شريف اقطع الهوا، اعمل ايه؟ ما ينفعش يا هي، ما ينفعش. طب انا اعمل ايه؟ سمير طلعوا لي فاصل. استاذ حمزه، استاذ حمزه، عايزين نطلع فاصل. فاصل ايه يا ابني؟ لسه ابتدينا. يلا بلاش كلام كتير. طلعوا ورقه وقلم واكتبوا المقادير. المقادير: نص كيلو كبده جاموسي او بقري او مجمده، اظن دي بقى ارخص حاجه، عشان تعرف يا استاذ ان احنا بنساعد في التوفير وعشان الاقتصاد كمان. يا سلام، ومن هنا سميت حصه الاقتصاد والتدبير المنزلي. يا سلام عليك يا زوزو يا جميل. يلا هنقول بقى ايه. اول حاجه هنجيب فلفل احمر مولع وحبيتين فلفل اخضر. تمام ماشي. بس انا عايز اقول للساده المشاهدين، اللي عنده بواسير ما ياكلش لا الفلفل ولا الشطه، اديني نبهت. الله عليك فعلا اللي عنده بواسير بيتعذب من الشط. بواسير ايه يا استاذ؟ بس بواسير ايه؟ بواسير. قول يا زوزو. خلاص ممكن ياكل برضه والفلفل والشطه ويدن مرهم من الجروب نكاكين ده. ممكن ياكل ويدهم مرهم جلوج نكاكين ده بالظبط. مش هنغلب يعني. تمام قول يا جميل. حط بقى هنا. بص بقى. هنجيب الزيت. اساعدك؟ يا ريت. اصل انت معلماني. الزيت ماشي. ده انا تربيت ايدك. ونحط الثوم عليه ونشوحه قليلا قليلا. الله عليك. امال يا استاذ. عند عزيزه تجد ما يهمك. تمام. المهم زي ما قلنا بقى، الفلفل الشطه المولع والفلفل الاخضر. وتجيب ثلاث معالق خل. عايزه كم فص ثوم؟ طبعا. وفصين ثوم ثلاثه. اثنين. خدي. وتستعمل بقى زيت عباد تومين انت ومزاج الاكيله. يا ريت بقى اخواتنا في الكنترول ينزلوا لنا المقادير على الشاشه. يلا اكتب المقادير يا استاذ. اكتب. ما ينفعش ما تكتبش بعد ما قال اكتب. انا حسابي مع الراجل ده بعدين. ما انا قلت لك نقطع الهوا. والله ما ينفعش. حمدي بيه بعت لي وقال لي ما تقطعش. فتحي الست دي دخلت واحنا في الاجتماع اكيد. ده اكيد يا استاذه، زائد ان انا شايف ان هي مش عامله لنا اي مشاكل على فكره. ده الموضوع ده ممكن يخلي فيه مشاهده اكتر. افتكروا الكلمه دي كويس. استني يا زيزه، ما انا اجيب لك دي تقطعي عليها اللي انت عايزاه. هنحط ايه بقى يا سيدي؟ ها؟ ثلاث معالق
خلي كبار. ثلاث معالق خلي كبار. وعصير ليمون. ماشي؟ ماشي. قطع لي الليمونة دي. عينيا. وملح وفلفل، آجي الملح. وآجي الفلفل. ماشي؟ ماشي. ونشوح كده التوم في الزيت قليلا. الله، قليلا، حلوة قليلا دي يا عزيزة. أمال، والنبي ما أجيب الفلفل. يا ظهري. ناولني الفلفل ينوبك سوا فيا ظهري وجعني. لا، ألف سلامة، ألف سلامة يا زيزة. أنا رحت المستوصف، ما أنا قلت لك يا زيزو. والدكتور قال لي لازم تعملي علاج طبيعي. قلت له يعني إيه؟ آكل من أعشاب من الأرض؟ أعشاب إيه؟ لا طبعًا، أنت فاهمة غلط. ما أعرفش بقى. قال لي لازم تعملي علاج طبيعي وتعملي مساج. مساج، مساج. أو اللي ما يسماش ده مساج، مساج أو ما يسماش. المهم هنجيب بقى الفلفل الأخضر ده اللي أنت جبتولي، قطعته ما قطعتوش ليه؟ حالا أهو. طب لا مؤاخذة يا أسطى. ماشي. وهنجيب فصين توم أو تلاتة وملح وفلفل أسود. حلو الكلام؟ حلو. وشطة عشان يولعوا كده. وبعدين تكملي لي المساج. قلت له لا يا اخويا، وانا اجي عندك عشان تجيب لي راجل يقعد يفعص في رجلي وظهري وجسمي؟ لا يا اخويا ليه يعني؟ ده ايه الفضايح دي بس يا ربي؟ انت بتضحك على ايه؟ بصراحه بضحك على يفعص، بصراحه الست دي مسخره، رهيبه رهيبه تحفه. طب بص قدامك وعضي مسكاتك. حاضر هلقطك. حاضر. طب ما في ستات يا زيزه بيعملوا المساك ده. لا يا اخويا انا ما احبش ابدا المساك ده، ايدين راجل احلى. يا وليه. الله يحفظك. وبعدين كملي بقى العمايل دي. بص بقى، شوحنا التوم اهو لغايه ما بقى لونه ذهب يجنن. هتجيب بقى الكبده وتضيفها. انا مش طب نقعتهاش، اديني طبق لما نقعها بسرعه اتبلها. طيب حاضر. جوز الخيبه. خدي ده. معلش معلش معلش، البرنامج برنامجك، براحتك خالص. حاسه اني قاعده في بيتنا والنبي. لا حد مستعجل ولا مهلنا؟ اهو هتعملي كده. تبلي الكبده تتنقع. وتنقعيها وبالليمون. ماشي. والخل. ايوه كده، ساعدنا الله يسيئك. حاضر عيني. وتعملوا زي ما بعمل كده. خدوا بالكم بقى المقادير وشوفوا زيزه بتعمل ازاي، انا مجربها رائعه. بس خلاص زي ما قلنا بقى، شوحنا اهو بقى لونه ذهبي وجميل. ايوه. هنضيف بقى الكبده اهو. يا سلام. وخلي بالك يا وليه انت وهي، الخل والليمون اخر حاجه. اخر ايه؟ حاجه. وتقعد تقلب فيها كده اهو على نار هاديه لغايه ما تحس انها استوت. يا سلام. وكده تبقى دي كبده عزيزه. عارف الفرق يا استاذ بين كبده الناس وكبده عزيزه؟ لا مش عارف. التوقيت. التوقيت في الخل والثوم، هما بيحطوا الخليط بدري، انا بحطه متاخر، وهو ده الفرق. يا سلام يا زيزه. يا سلام. الا قولي لي، مش عاوزه تقولي حاجه لجمهورك يا زيزه؟ يا استاذ، عايزه اقول لهم الاستاذ ده اتحمل مسؤوليتي عشان يطلعني في التلفزيون ليكم. وخباني في الاستوديو عشان اعلمكم فن طبيخ عزيزه، عشان هو برضه بيقول ان انا احسن طباخه اكل اكله، ويا رب يا رب اكون نجحت في انكم تاكلوا كبده بطعم عزيزه. يا سلام. بقول لك عزيزه، معكيش رغيف عيش؟ في يا اخويا. تعرفت منين انه هنا العيش؟ بقى انت بقى اللي ورا كل ده. ماشي، انا حسابي معلم شغالك. كمل نومك، عامل نفسك نايم كمان. لينا نوم شويه. ورود يا زين. بقول لك ايه يا استاذ؟ قولي. ما تجيب العيال اللي ورا الكاميرا ياكلوا معانا لقمه، حرام يعني. والله عندك حق. يلا سيبوا الكاميرات وتعالوا. يلا يلا بسرعه.
ثواني وهتستوي وهتاكلوا احلى كبده. يلا كلوا مد ايديكم ما تتكسفوش. عيش اهو. ايوه ايوه سندوتشات بقى. استني اقلب. خلاص كده بقى انت هتعدل عليا ولا ايه يا استاذ؟ لا 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 ده انا تلميذي استاذ. كوري انت صفيفه ما اكلتيش امسكي. تتكسفي؟ ممكن اطلب منك طلب تاني؟ قولي. وزينا على لحم بطن وعين امه من الصبح. ابتدي ياكل معانا انه بكتواني. تعالي تعالي.